احمد ابراهيم لاعب بجوده عاليه حقيقه، مدافع بجوده عاليه. انا اعتقد بان قرار الاستعانه بخدماته مكان مواطن سعد ناطق كان قرارا موفقا من اداره النادي العربي. كره بمحاوله ملعوبه خطيره، بالنيران الصديقه، بالنيران الصديقه، وانا سبب نفسي بنفسي في اللقطه الماضيه. مصطفى عبدي يا رجل، هذه لو كانت في الجانب المقابل لما ارتقى، لما طار، لما سجل بهذه الكيفيه. يا مصطفى، مصطفى يا مصطفى، يسجل فيها على طريقه الكبار. الاولى السداويه في الجهه اليسرى على حارس المرمى، الحارس مسعود زراعي الذي يعود الى ان يكون الحارس الاساسي منذ الموسم الماضي. كره وابعاد من احمد ابراهيم، عادت محاوله، على طريقه الكبار. يا كبير، يا لعيب، يا فنان، يا مبدع، يا عالمي. فوق في اللقطه الماضيه، هذه الكره الماضيه، واحده واحده واحده، هوبا، أكرم. هي على طريقة الكبار، نعم، لأنك أحدهم، على طريقة المبدعين، لأنك مبدع، على طريقة الممتعين، لأنك ممتع، وعلى طريقة العالميين والزعماء، لأنك وحيد في هالدنيا زعيم عالمي. أو هذا مين؟ هذا اللاعب اللي هو أحمد فتحي، هو اللي راح يلعب الكرة ملعوبة في منطقة الجزاء. خطيرة الكرة الماضية، أبعدت في المرة الأولى، مستمرة في المرة الثانية. جول، جول، يسجل ليصحح الخطأ. اللاعب مصطفى عبدي يضع الكرة في المرمى ليعلن عن تقليص الفارق، يقلص الفارق في اللقطة الماضية. هذه كرة مصطفى عبدي، يسجل هدف، إذن تقليص الفارق، ويمنح العربي رصاصة لا والله، لا والله، بل هي قبلة الحياة، يمنح العربي قبلة الحياة. الله يا أبو عبدي، لكن اصطدمت في عبد الله معرفي. عبد الله في اللقطة الماضية يتصدى في المرة الأولى، في المرة الثانية أيضا يحاول أن يبعد الكرة، لكن طالت تحولت تعود مرة أخرى. أوه يا سلام، يا سلام، يا سلام، يا سلام، ركلة جزاء، ركلة جزاء، لكن خلك من ركلة الجزاء وتكفى، ركز لي على الأسيست من تشافي، ركز على الاسيست من تشافي في اللقطة الماضية، لكن عيدها عيدها عيدها. شوف كرة تشافي، يا الله يا الله، من وحي الخيال اللقطة الماضية، من روائع كرة القدم. لا لا لا، ركلة جزاء واضحة، ركلة جزاء واضحة وصريحة، والسد منذ عام 2014 هدف، يسجل أكثر من هدف في المباراة الواحدة. محاولة من ركلة جزاء، مسعود في المرمى، وبغداد يبحث عن النجاح من جديد. بغداد ولا مسعود؟ بغداد، أوهو. بغداد ولد الجزائر، ابن المحاربين، يسجل الهدف الثالث. هذه الكرة في زاوية، ومسعود زراعي بخبرة السنين كلها في زاوية، هدف ثالث يأتي لمصلحة السد الآن من علامة الجزاء، والعلامة الكاملة لبغداد بونجاح، يسجل هدفه العاشر في مباراته الخامسة ضد النادي العربي، يسجل هدفه العاشر، ودخل مكانهم كل من اللاعب عبد الكريم حسن واللاعب الكوري الجنوبي المونديالي القادم مع منتخب بلاده الذي هزم ألمانيا وأصبح أول منتخب آسيوي تاريخيا يتفوق على ألمانيا في المباراة التي انتهت بهدفين مقابل لا شيء. كرة لمصلحة الزعيم السداوي الآن، محاولة في الجهة اليمنى، عرضية تأتي خطيرة رأسية، الكرة في المرمى، هدف رابع بغداد مرة أخرى، بغداد مرة أخرى، سلام على بغداد، لكن تلك في العراق، وهذا هنا يسجل، يضع الكرة في المرمى ويصنع الفارق الآن.
بشكل كبير جدا على بغداد بالتخصص الجلاد الأول. هذه الكرة الماضية، هذه المحاولة الماضية، لا 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 أبدا أبدا، تصرف مصطفى عبدي في اللقطة الماضية دليل على عدم ثقة، وبالتالي أنا من وجهة نظري يجب على مدرب الفريق العرباوي أن يخرج مصطفى عبدي في اللحظات القليلة القادمة. نادي العربي هنالك جاسر يحيى، أحمد النحوي، محمد عبد الله، وعلي محمد، وعبد الرحمن وليد منصور. كرة من ركلة ركنية تنفذ عن طريق اللاعب تشافي هرنانديز، يعود المحاولة في اللقطة الماضية في منطقة الجزاء. في الجولة الأولى، هاتريك في الجولة الثانية، والجولة القادمة السد راح يلعب مع مين؟ الله يعينك يا الجاي، الله يعينك يا الجاي، الجولة القادمة السد مع الغرافة، هاتريك في مباراتين متتاليتين. الله عليك يا بغداد، مزيان يا بغداد، لا والله اللي انت فوق الزين، لا ولد فوق الزين في شوط المباراة أو في المباراة بالمجمل العام. محاولة في الجهات اليمنى الآن، التقدم يأتي، التوغل إلى منطقة الجزاء العرضية السادس. قلت لكم سوبر 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 سوبر، يسجل يضع الهدف السادس والرابع شخصيا، سوبر هاتريك لبغداد بنجاح، الهدف السابع في هذا الموسم، الهدف السابع في هذا الموسم. يا الله بغداد يقدر يريح من اليوم لنهاية القسم الأول، راح يكون في صدارة الهدافين صدقوني، استثنى يوسف العربي وبغداد راح ينهي القسم الأول من مباراة اليوم في صدارة الهدافين. الله يا أكرم، الله يا أكرم، أسيست آخر يأتي من أكرم عفيف، والكرة بعد ذلك في المرمى، والوضعية بهدف سادس من خلال اللقطة الماضية، يسجل ويضع الكرة في المرمى حسب آخر الإحصائيات المتوفرة. 6-1 6-1 الموسم الماضي، 8 أهداف في مباراتين، الموسم قبل الماضي 10 أهداف في مباراتين، الموسم هذا 6 أهداف إلى الآن، إلى الآن، إلى الآن، إلى الآن، إلى الآن. أوه. هذه السبعة، والسبعة ندري عنها، ندري عنها، مش ممكن، لا 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 لا، ألف بسم الله عليك، ألف ما شاء الله عليك، 5 وخميسة في عين اللي ما يصلي على النبي، هدف خامس عن طريق بغداد، 7 لمصلحة الزعيم. مباراة لن تبرح ذاكرة بنجاح، وكذلك بالنسبة لعبدي لن تبرح ذاكرة مصطفى عبدي. لا لا، 7 ندري متى، 7 ندري متى، 7 في الموسم قبل الماضي. بنجاح سجل أيضا سوبر هاتريك، أحدها كان من ركلة جزاء الموسم هذا. بنجاح شنو سوبر هاتريك؟ شنو يسمون الخمسة؟ خمسة شنو؟ ميجا هاتريك؟ ما أدري والله شنو يسمون الخمسة. هذا السادس، هذا السادس، أنا أفكر بماذا يمكن أن يطلق على من يسجل 5. الآن ما الذي ممكن أن نطلقه على من يسجل 6 في مباراة واحدة؟ دوختنا يا بغداد، عذبتنا يا بغداد، لعوزتنا يا بغداد، بهدلتنا يا بغداد. هذا لسان حال العرباوية هنا مرة أخرى، الصناعة من أكرم عفيف. الله 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 الله، بغداد وجد الممول الحقيقي، وجد الممول الحقيقي اليوم. بالراحة بالراحة، أكرم صنع 4 أهداف. أذكر مباراة في الموسم الماضي بأعلى صوت ويحق له،
يحق لهم حقيقة. يحدث أمر ربما يكون معتاد مسألة الانتصار في المباريات لكن ليس بهذه النتيجة. كرة من أكرم عفيف، فرصة للهدف التاسع، فرصة للتاسع. أكرم الآن، أكرم يسجل، يسجل الآن أكرم، لا يحتفل. برافو برافو برافو، هذا احترام للنادي، هذا احترام للنادي العربي. أكرم لا يحتفل بعد تسجيله الهدف التاسع ويكتفي ويتحدث بالإشارة إلى بغداد منجح، لكن شوف الصناعة في اللقطة الماضية، شوف الصناعة في اللقطة الماضية. ومسعود يأتي الهدف التاسع، يأتي الهدف التاسع. خلاص كفاية، حرام حرام حرام. في اللقطة الماضية أكرم يسجل رابع أهدافه في بطولة الدوري في هذا الموسم، وبالتالي يصبح الآن ثاني هدافين الدوري. تعود المحاولة من جديد في منتصف ملعب المباراة إلى الجهة اليمنى، تصل عن طريق اللاعب حسن الهيدوس، يلعبها إلى الإسباني تشافي في منطقة الجزاء، محاولة مرور وتقدم، كرة فيها تسديد، نصل إلى الاختراع الجديد في عالم كرة القدم، نصل إلى الاختراع الجديد في عالم كرة القدم. ما الذي يمكن بأن نسميه سبعة أهداف في مباراة واحدة؟ لا هي هاتريك ولا سوبر ولا ميجا ولا دوبل، ما الذي يمكن أن نطلق على لقب هدف بسبعة أو سبعة أهداف في المباراة الواحدة؟ ما أدري أنا شو ممكن نسوي. ما شرق هاتريك للاعب بغداد منجح، هذا شرق هاتريك لبغداد منجح، سبعة في مباراة واحدة، عشرة في مباراتين، 16 هدف في خمس مباريات ضد النادي العربي. يا لها من أرقام، يا لها من أرقام، ويا لها من فضيحة كبرى في عالم كرة القدم. والله عيب عيب عندما نتحدث غدا من يتحمل هذه المسؤولية. إدارة النادي نعم، لاعبين النادي أيضا، ما كان في أي ردة فعل على ما يحدث في أرضية الملعب من مهزلة. يسجل السد الهدف العاشر. أنا لا أعلم كيف بالإمكان أن لعيبة العربي يطيقون أنفسهم، يطيقون أنفسهم في أرضية الملعب.